الأماكن الأثرية يا جماعة لازم تتفتح ببلاش للأعمال الدرامية، ده هيشجع المنتج الفني أو اللي بيألف يبقى خياله مفتوح إنه يعمل فيلم في الأماكن الأثرية. إنما النهاردة المؤلف متكتف لأن المنتج يقول له أنا اليوم بيكلفني الشيء الفلاني، في عم خف الله يسترها معايا بدل ما صور خمس ست أيام تصوير للمويل الموضوع في يوم. فهمت؟ مفيش منظومة، مفيش قوانين بتحكم المسألة. كل مؤسسة بتفكر لمصلحتها، كل وزارة بتفكر لمصلحتها، ما بيفكروش للهدف الأسمى للبلد، للأمن القومي. حضرتك أنا عايز أروح أعمل سيشن تصوير فوتوغرافيا في المعز، فوتوغرافيا هنزلها على السوشيال ميديا، هنزلها في الصحافة، عايزة جو كده تقريبا، ما عرفش الساعة بكام أو اليوم بكام، يا سيدي يقول 1500 جنيه تقريبا. انت هيطلعك 9000 واحد بيقول لك صباح الخير يا ست الكل، فلاني دفع 5-6000 جنيه وانا خارج. طب مش مصور، هجيب المصور في بيتنا وخلفيه وشكر. هو مش مدرك ان الصوره اللي انا هنزلها دي على السوشيال ميديا او على الانستجرام، ما انا عندي على الانستجرام بالالوفات انا او غيري من الفنانين والفنانات، وعندي على انستغرام فولورز من جميع الدول العربية على الأقل، وبيطلع على الانستغرام غصب عني وعنك زي ما أنا بفتح كده ألاقي صور لأنجلينا جولي. ما الفكرة في كده؟ فهطلع له رضي أو مرضيش هروح له. ففتح فشاف إيه ده، الله اللوكيشن ده فين؟ قال له ده في مصر، ده بيدخل سياح. هو مش فاهم ده.